واخر يقول كنت افعل كثيرا من الطاعات ولكن فجأة بدأت اترك بعضها وذلك بسبب بعض الشبهات صارت تدور في قلبي فصارت هذه الشبهات سببا في قلة اعمال الخيرة فما العلاج جزاكم الله عنا خير الجزاء. كل داء له دواء. ما انزل الله داء الا انزله شفاء لا يدهي له منتهيا. نعم. المؤمن اذا حس من قلبه قصورا او ضعفا عن العمل الصالح فليلجا الى الله ويساله التوفيق والاعانه على الخير وان يزيل ما في قلبه من شبهه وظلمه ويسال اهل العلم عما عرض له ويعرض شبهاته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من طلبة العلم ويتدبر ويتعقل ما قال الله ورسوله في هذا الجانب الذي اشتبه عليه حتى تزول الشبهة وحتى يحل محلها العلم والطمأنينة وإن كان لا يستطيع ذلك سأل خواص العلماء ومن يرجع إنه الفائدة والخير يسألهم ويلح ويجتهد حتى تزول الشبهة ولا يكتفي واحد ولا باثنين ما بين الشبهة موجودة حتى تزول وحتى يحل محلها العلم والبصيرة والهدى والطمأنينة ومن أهم ذلك أن يسأل ربه ويدعو عليه كثيرا أن يعينه على ذلك وأن يشرح صدره للهدى وأن يزيل ما في قلبه من الشبهة والضلالة وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح وأن يسأل له من علماء الخير وعلماء الهدى يعظم الذي الثاني باطل وليس الباقي الاول الا ما نقد لصاحبه ليس له الا ما